انت عرفت ان التكليف جالنا هنا في الصعيد، كان نفسي يجيلي بعيد في اي محافظة تانية. اللي عرفت ان في حد قدم طلب للعميد وخلاه يخلينا هنا. مش مهم، الوحدة الصحية اللي هنا محتاجة دكاترة، خلينا نساعد الناس. بقول لك ايه، بعد ما نخلص تدريب ايه رأيك ترجعي تشتغلي في مستشفى الدكتور وجدي؟ لا انسي، بصراحة الدكتور وجدي ده ما عندهوش ضمير. لاحظي انك بتتكلمي عن عمي. بقول لك ايه، انا ما بخافش من حد وبقول لله ما انت في وشه. ها سيبك من السيرة دي، امال سمعت ان يحيى الرفاعي حدد الفرح؟ ايوه، رغم اني قلت له انه مش موافقه لكنه صمم برضه. لا بس يحيى شكل روحه بقت فيك يا بنت الرحايمه، روحه دي مسيرها تطلع على يدي وعند فهد ومنال. انت اتجننتي؟ جايه لي هنا في مكان شغلي وقصاد العمال. ايه ما بقيتيش خايفه على نفسك؟ صحيح اللي سمعته ده يا فهد، انت هتتجوز فردوس بنت عمك؟ ايوه هتجوزها، ويلا اطلعي بره. طب وانا وابنك اللي في بطني؟ ابني مين؟ واني مين يثبت لي انه ابني؟ انت جايه تلبسيني تهمه؟ حرام عليك يا فهد، اهلي هيقتلوني لو عرفوا. ما يقتلوكي وانا مالي، تستاهلي، انت اللي فرطتي في نفسك. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك. انت لسه واقفه عندك؟ اطلعي بره بدل ما انده رجالتي يرموكي في الشارع، ووقتها خلي البلد كلها تعرف. منال مشيت وهي بتعيط وبتفكر هتعمل ايه في المصيبه اللي هي فيها. قابلت هدير ورحمه في الطريق واتكلمت رحمه وقالت: منال مالك بتعيطي كده ليه؟ منال ما قدرتش تستحمل ووقعت في الارض واغمى عليها. رحمه وهدير شالوها وراحوا المستشفى، ولما كشفوا عليها اتكلمت هدير وقالت: الحاجة يا رحمه دي طلعت حامل. ايه اللي بتقوليه ده؟ مستحيل، لو مش مصدقه اكشفي بنفسك وانت هتعرفي الحقيقه. رحمه كشفت عليها وعرفت ان منال حامل، ورحمه اتكلمت وقالت: يا مصيبتي، ده عمي شاكر هيقتلها لو عرف. ليه بس يا بنت عمي تعملي كده في نفسك؟ ابوس ايديكم، محدش يقوله، وساعدوني انزل اللي في بطني. رحمه قربت منها وقعدت جنبها على السرير وقالت لها: ليه عملتي في نفسك كده؟ هو مين ابو الواد؟ خليه يجي يتجوزك. منال عيطت وقالت: انا عارفه اني غلطانه وربنا يسامحني، منه لله ضحك عليا وقال لي انه هيتجوزني، هو وقت الجد بينكر عملته. اتكلمت هدير وقالت: مين ده اللي عملك ده؟ لازم نروح له ونخليه يتجوزك ان شاء الله غصب عنه. هو ما يعرفش الرحايمه ولا ايه؟ ده احنا ممكن ناكل لحمه حي. ده واحد من ابن الرفايعه. رحمه وهدير اتفاجئوا، ورحمه اتكلمت وقالت: يحيى الرفاعي؟ لا، فهد الرفاعي. رحمه كانت هتمشي لكن هدير وقفتها وقالت: اهدي بس، خلينا نفكر ونشوف هنعمل ايه. انا هروح ليحيى، ولو ما خلاش ابن عمه يكتب عليها انا مش هسكت. ابوس يدك، لو الامر اتكشف ابويا هيقتلني. رحمه رجعت لها تاني وقالت: كان فين عقلك وانت بتامني لابن الرفايعه؟ دول شياطين، انت ناسي عملوا ايه في اخواتي؟ ضحك عليا وفهمني انه مش عارف يتجوزني دلوك عشان الطار، وكان معشمني ان بعد جوازك من يحيى هيكتب عليا رسمي. معاكي ورقه عرفي او اي حاجه تثبت؟ ايوه معايا، استني اطلعها لك. منال مسكت شنطتها وطلعت الورقه، ورحمه اخدتها بسرعه منها. ونروح ليحيى اللي كان قاعد مع حمزه وقال له: انا لازم اسافر يومينك ده، اخلص كم شغله وارجع قبل الفرح. اتكلم حمزه وقال له: مسافر فين؟ انت ما قلتليش قبلك ده. الاوامر لسه جايه لي النهارده، انا لسه هسافر لباريس، اوعى تكون حفله توديع العزوبيه مع اليسكا. يا عم هو جرك ده اللي هيخليني عازب على طول. حمزه ضحك وقال له: طب وهتسافر ميتا؟ انا حجزت طيران وفي طياره طالعه كمان ساعه، يا دوب هحضر شنطتي واسافر. طيب تروح وترجع بالسلامه. رد يحيى وقال له: ايه اخبار المستشفى؟ بتتابع العمال ولا لا؟ انا لسه جاي من هناك، ورئيس العمال قال لي انهم شغالين دلوك في وضع الاساسات، كلها اسبوع ويبداوا في اول دور. بالتوفيق ان شاء الله، وانا هناك هتفق على شحنه اجهزه طبيه، يمكن توصل بعد شهر ولا حاجه. تمام، وما تقلقش، اني وفهد موجودين هنا مكانك ماسكين باقي الشغل. رحمه اخدت منال ورجعتها البيت، وراويه اول ما شافتها قالت: كنت فين يا بنت من نجمك ده؟ هماليني الحال يما، انا تعبانه. راويه بصت لرحمه وقالت: هو انتوا اتقابلتوا فين دلوك؟ وايه اللي لمكم على بعض؟ ما قلتلك يما تعبانه. يلا يا رحمه تعالي وصليني لقطي. رحمه مشيت مع منال، وراويه اتكلمت وقالت: امتى بقى تغور من هنا؟ كفايه انا فجر وهم. جه شاكر واتكلم وقال: مالك واقفه كده بتكلمي نفسك؟ ايه الهدوم الجديده دي؟ ايه مفكر نفسك عريس بجد ولا ايه؟ ومش عريس ليه؟ كلها كام يوم والعروسه تيجي لهنا. شاكر خلص كلامه ومشي، وراويه قالت: ماشي يا شاكر، اعمل ما بدالك،
بس على جثتي لو البت دي دخلت هنا وفي اوضه منال. رحمه كانت قاعده جنبها وقالت: شفتي اهو طلع ندل، كان عجلك فين بس لما عملتك ده؟ خايفة جوي يا رحمة، خايفة فهد ما يتجوزنيش وابويا يقتلني. هاتي ورقة الجواز العرفي وانا هروح له وهدده. لا بلاش، الا يعند معاكي والدنيا تتفضح، مش احسن من الفضيحة اللي هتحصل بعدين لما بطنك تكبر. هاتي بس الورقة وما تخافيش، انا ههدده بس. منال طلعت الورقة وعطتها لرحمة وقالت: ابوس يدك، اوعى ابويا ولا امي يعرفوا بحاجه. ما تجلجيش، ما بقاش بت الرحايمه الا لو خليته يدفع التمن غالي وجوي كمان. رحمه اخدت الورقه وراحت للشركه عند فهد ووقفت قصاده وقالت له: انت لو ما روحتش لعمي وطلبت يدها دلوقتي انا هطلع على قسم الشرطه وابلغ عنك انك اغتصبتها. ضحك فهد وقال: دي نكته جديده ولا ايه؟ ابن الرفاعي ما بيتهددش واني ما عملتش حاجه. شوفي هي راحت حملت من مين؟ انت واحد عديم النخوة والرجولة، لما تعمل كده في واحدة كل ذنبها انها صدقتك. فهد وقف وقال بكل غضب: امسكي لسانك ده وإلا هقطعه، فكر بس تجرب مني وديني لندمك. اطلعي برا ورجلك ما تعتبش هنا، ولا انت ولا بنت عمك. تمام، الورقة اللي معايا وهطلع بيها دلوك على خطيبتك المصون، تلاقيها ما تعرفش انك ندل، وهقول لها على كل حاجة بالإثبات. رحمة فتحت باب المكتب ولسه هتمشي، فهد شدها جامد من دراها وقال لها: هاتي الورقة دي. لا، ما انتش واخدها. فهد رفع ايده وكان هيضرب رحمة الا ان في ايد منعته. رحمة رفعت وشها لقيته يحيى اللي قال: انت اتجننت، بترفع يدك على مرتي؟ ما هي اللي طولت لسانها عليا. يحيى بص لرحمة واتكلم وقال: ايه اللي جابك هنا وايه اللي بينك وبين فهد؟ رحمة بصت لفهد من فوق لتحت وقالت: فكر من هنا لبكرة، عشان لو ما روحتش لعمي انا هنفذ تهديدي ومش هيهمني حد. رحمة خلصت كلامها ولسه هتمشي، لكن يحيى وقف قصادها وقال لها: ما انا مش هفضل واقف كده زي الاطرش في الزفة، عاوز افهم دلوك في ايه؟ هاسأل ابن عمك ده لو يقدر يفتح بقه ويقولك. رحمة مشيت ويحيى بص لفهد وقال: ايه اللي بينك وبين مرت يا فهد؟ فهد قعد على المكتب وقال له: مفيش حاجة بينا، دي دماغها لسع وجاية تقول لي كلامك ده مش فاهم منه حاجة. ازاي يعني؟ دي عاوزاك تروح لعمها. ايوة، اصل كنت ماشي في الطريق وشفته وما سلمتش عليه، وشاكر مكبر الموضوع وبيقول اني ما ردتش عليه السلام. رد يحيى بشك وقال له: يعني انت عاوز تفهمني ان رحمة جت تزعق هنا عشان ما ردتش السلام على عمها؟ روح اسألها، دي بتدور على شكل وخلاص. يحيى خرج وكان بيتصل برحمة لكن هي ما ردتش. رجع البيت واخد شنطته وطول الطريق بيتصل بيها لكن ما بتردش، لغاية ما وصل للمطار وسافر وهو بيفكر في اللي حصل ومش قادر يصدق كلام فهد. وعند هدير في المستشفى حمزة دخل مكتبها وهي اول ما شافته اتكلمت وقالت: ايه قلة الزوج دي؟ انت ازاي تدخل عليا كده من غير ما تخبط؟ انا بخبط بقالي نص ساعة ومش فاضي للوقفة دي. ايه ده بجد؟ معلش شكلي كنت سرحانة ما سمعتش الباب. حمزة قعد قصادها على المكتب وقال: سرحانة فيا صح؟ وهسرح فيك ليه؟ ها؟ صح، فين تليفوني؟ ولا انت طمعت فيه وضربت عليه؟ واطمع في تليفون زي ده ليه؟ هعمل به ايه؟ انا نسيت اديهولك يوم ما وصلتك، ولما جيتلك المستشفى كم مرة ما لقيتكيش. ايوة، ماني بجيت انزل تدريب في الوحدة دلوقت، ما بجيتش في المستشفى كتير. حمزة طلع التليفون واداهولها وقال: اتفضلي تليفونك اهو، وجبتلك ليه كمان جراب؟ ما كانش ليه لزوم، عموما متشكرين وتفضل بقى عشان ورايا شغل. شغل ايه؟ ده ما فيش عيان واحد لمحته من وقت ما جيت. وانت مالك؟ احنا العيانين بتوعك ده ما حدش بيشوفهم. طب ما تكشفي عليا ينوبك ثواب، بقالي كام يوم بحس بضربات قلبي عاليه، وخصوصا لما ببقى هنا. لا انت كده مش التخصص بتاعي، انت تروح لدكتور امراض عقليه، اصلا تخصص نساء وولاده. حمزه ضحك وقال: طب ما تكشف عليا ينوبك ثواب. هدير وقفت وربعت ايديها وقالت: اطلع بره ولا هنادي للامن يشيلوك ويرموك بره. لا خلاص الطيب احسن اني ماشي. ولحد هنا خلص الجزء ده، استنوني في الجزء القادم، دمتم في امان الله.